يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد لدينا في بلادنا أن البنوك تعرض على مدير الإدارة أن يحول حسابات الموظفين لديه إليها، والبنك الذي يفوز بهذا العرض يعطي كل موظف بعد 3 سنوات راتب شهر، هل يجوز أخذ هذا المال؟ لا، لا يجوز، هذا من المرابات، يأخذ راتبه فقط، يأخذ رأس ماله فقط ولا يأخذ عليه زيادة. نعم.